السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ النهارده ان شاء الله هنكمل اخر فيديو في شابتر النون كوميونيكابل ديزيز. درس سهل، درس لذيذ، درس مرتبط ما بيننا وما بين الشرعي. هتلاقي فيه كلام كتير من اللي هيتقال النهارده سعادتك اخدته او هتاخده في ماده الشرع ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن السبستانس ابيوز. السبستانس ابيوز او الادمان. تعريف الادمان ان سعادتك تستخدم اي ماده، اي دواء، من غير ما يكون عندك داعي طبي لاستخدام الدواء ده. يعني انت ما عندكش سبب طبي يجبرك انك تاخد الدواء ده، انت بتاخده من نفسك من غير ما يكون الدكتور هو اللي صفه لك. فانت بتستخدم نون بريسكرايب دراج، دواء مش موصوف لك وبتاخده بشكل uncontrolled. المفروض اي دواء في الدنيا سعادتك بتاخده بدوز معينه، بروت معينه، بتمشي على ريجيم معين. اما الشخص المدمن مش ملتزم خالص بكل الكلام ده، هو بياخد الدواء باي جرعه وفي اي وقت، وقت ما دماغه تطلب بياخد. يبقى هو any use of non-prescribed و non-controlled substance. any use of non-prescribed و non-controlled substance. any use of non-prescribed و non-controlled substance without medical reasons، من غير ما يكون عندك داعي طبي لاستخدام الدواء ده. يبقى تعريف substance abuse هو any use of شرطين، non-prescribed و non-controlled substance. الشرط الثالث without medical reasons، اللي احنا بنسميها drug abuse، اللي هو ادمان الادويه. في عندي تعريف تاني اسمه drug dependence، مش ادمان بقى، تعود. سعادتك اتعودت على الدواء. التعود ده ممكن يبقى تعود نفسي psychic او تعود جسماني physical. في بعض المواد اللي بتفرز من الجسم زي الكورتيزون مثلا، ده بفرز من الجسم. سعادتك لو بتاخده من بره يبدا الجسم يتعود على الجرعه اللي انت بتاخدها من بره، فالجسم يحصل فيه شكل من اشكال الخمول، يبدا يقلل افراز الماده الداخليه دي للكورتيزون اللي بيفرز من الجسم. علشان كده سعادتك لما بتمشي على الكورتيزون ما ينفعش توقفه مره واحده، تبدا تقلل الجرعات، فالجسم يبدا ينتبه ان تركيز الكورتيزون في جسمه قل، فيبدا هو يفرز الكورتيزون اللي كان ركن شويه وبطل يفرزه. تاني الديبندنس او التعود في منه نوعين، يا اما تعود نفسي زي السيجاره، سعادتك بتتعود عليها تعود نفسي بس مش تعود جسماني، يعني مفيش اي سبب يمنعك انك تبطل السجاير، لو بطلتها مش هتموت، ملهاش اعراض انسحاب شديده. اما التعود الجسماني لو سعادتك بتاخد ماده بتفرز اصلا من الجسم وسعادتك بتاخدها من بره اكسترنال، فيبدا الجسم يهمل الافراز الداخلي ويتعود على الجرعات اللي انت بتاخدها من بره. في الحاله دي حصل تعود جسماني، وفي الحاله دي لازم تبطل الدواء تدريجي علشان جسمك يبدا يفرز الماده دي من الداخل مره ثانيه. يبقى الدراج ديبندنس هي ستيت اوف ديبندنس، هي حاله من التعود. التعود ده ممكن يبقى تعود نفسي سايكيك او تعود جسماني فيزيكال او الاثنين مع بعض. يبقى هي ستيت اوف سايكيك اور فيزيكال ديبندنس او الاثنين مع بعض، بيحصلوا بعد يا اما بيريوديك ادمنستريشن يا اما كونتينوس ادمنستريشن للدراج. يبقى التعود ده بيحصل بعد فتره قليله او فتره طويله على حسب نوع الماده اللي سعادتك بتتعاطاها. يبقى الديفينيشن بتاع السبستانس ابيوز هو اني يوز اوف نون بريسكرايبد و نون كنترول سبستانس وذاوت ميديكال ريزونز. اما الدراج ديبندنس هي عباره عن ستيت اوف ديبندنس، الستيت دي ممكن تبقى سايكيك او تبقى فيزيكال او الاثنين مع بعض، بتحصل بعد يا اما بيريوديك يا اما كونتينوس ادمنستريشن اوف ذا دراج. طيب ايه تعريف الشخص الادكت؟ الشخص المدمن لاي عاده هو شخص مش عارف يبطل عاده معينه، وما دام قلت عليه مدمن للعاده دي فغالبا العاده دي بتبقى عاده مضره، هارمفول هابت. فتعريف الشخص الادكت هو شخص unable to free himself، تاني كده unable to free himself from harmful habit، شخص مش عارف يبطل عاده معينه، مش عارف يخلي نفسه فري من عاده معينه. في عندي حاجه اسمها سايكو اكتيف دراج. كلمه سايكو يعني سايكولوجي، يعني نفسيتك، يعني السينس اكتيف دراج يعني حاجات هتشتغل على السينس، هي اكسوجينس سبستانس، حاجات بتاخدها من بره بتافكت السينس. هتعمل ايه في السينس؟ حاجه من ثلاث: اي شخص بياخد دواء معين او ماده معينه كادمان بياخدها علشان تهدي كالمنج، او تديله طاقه عشان يقدر يشتغل انرجايزنج، او يقول لك ده انا باخدها مزاجي بيتعدل، بحس احساس حلو، بليشابور سنسيشن. يبقى تاني
السايكو اكتيف دراج هي مواد اكسوجينوس. مواد اكسوجينوس سعادتك بتاخدها لانها بتافكت السي ان اس. هتعمل ايه في السي ان اس؟ حاجه من ثلاثه، يا اما هتعمل كالمنج، يا اما هتعمل انرجايزنج، يا اما هتحسسك احساس حلو بليسابور سنسيشن. مشكلتها انك مع الوقت بيحصل لك شكل من اشكال التولرانس. يعني تولرانس بقى سعادتك بتحتاج تزود الجرعه اللي انت ماشي عليها علشان توصل للاوريجينال ايفكت، الايفكت الطبيعي اللي كان بتوصل لي بجرعات قليله. سعادتك كنت ماشي على جرعه معينه تاخد مثلا 100 ملي جرام، ال100 دول كانوا بيوصلوك لاحساس معين، مع الوقت بعد شهر من ادمان ال100 ما بقتش تاثر، فمحتاج تخليها 150، بعد كده تخليها 200، بعد كده تخليها 300 وهكذا. سعادتك بتزود الجرعه مش علشان تزود الايفكت، انت بتزود الجرعه علشان توصل لنفس الايفكت اللي كنت بتوصله بالجرعه القديمه. يبقى تاني السبستانس ابيوز هو اني يوز لنون بريسكرايبد ونون كنترولد سبستانس. اني يوز لنون بريسكرايبد ونون كنترولد سبستانس وذاوت ميديكال ريزونز. اما الدراج ديبندنس هو شكل من اشكال التعود، هي ستيت اوف ديبندنس. الستيت دي ممكن تبقى سايكيك او تبقى فيزيكال او تبقى الاثنين مع بعض، بتحصل بعد يا اما بيريودك يا اما كونتينوس ادمنستريشن اوف ذا دراج. الادكت بيرسون هو شخص انيبل to free himself from habit معينة، الهابت دي غالبا بتكون harmful habit. السايكو اكتف دراج هي اكسوجينوس، مواد خارجية بتأفكت السي الناس، بتعمل حاجة من ثلاثة، يا اما كالمينج، يا اما انرجايزنج، يا اما بتديه احساس حلو بليشابور سنتيشن. الأدوية دي مع الوقت بيحصل منها مصطلح اسمه تولرانس. يعني تولرانس سعادتك بتحتاج تزود الدوز علشان توصل لنفس الإفكت، للأوريجينال إفكت اللي كنت بتوصل له بجرعات قليلة. بعد كده بدأ يتكلم عن انتشار الإدمان في مصر، كلام أهبل ماليش دعوة بيه، محدش يقراه الكلام ده، مش عاوز منه حاجة. بعد كده الطيب أوف سايكو أكتيف دراجز، السؤال ده سؤال شرعي مش سؤال كوميونيتي، عمره ما يجي في الامتحان. يعني يوم ما هيجي في الامتحان الدكتوره هتقول لك اني مريض، بس علشان ما نسيبش حاجه للصدفه هشرحها وسعادتك ذاكرها، هتفيدك لو حصل غدر والدكتوره طلبتها وان كان ده عمره ما حصل، او هتفيدك في الشرعي. والكلام سهل. الطيب اوف سايكو اكتيف دراجز، في عندي حاجات ناركوتكس. الناركوتكس دي اللي زي المورفين وزي الهروين وزي الكوديين، الحاجات دي بيحصل منها سترونج سايكيك وفيزيكال ديبندنس. الشخص بيتعود عليها بالطريقتين، تعود نفسي وتعود جسماني. ده معناه ان سعادتك لو انت مدمن لحاجة من الحاجات دي ما ينفعش تبطل في البيت، ما ينفعش تبطل المادة دي مرة واحدة. ليه؟ جسمك اتعود عليها تعود جسماني، حصل physical dependence، وبالتالي لو بطلتها هتخش في withdrawal symptom عنيفة جدا ممكن تؤدي الى this. يبقى الناركوتكس زي المورفين وزي الهيروين وزي الكوديين، الحاجات دي بيحصل منها سترونج سايكيك اند فيزيكال ديبندنس، مش بس كده ده بيحصل منها كمان تولرنس، وقلنا بعد شويه يعني ايه تولرنس. الحاجات دي من اسمها ناركوتكس بتعمل ايفوريا، تخلي الانسان حاسس انه مبسوط، وبتقلل البين بيرسبشن، لو عنده الم الالم ده هيخف. الشخص اللي واخد مورفين او هيروين او كوديين او واخد اي شكل من اشكال الناركوتيك بيحصل له فيجوال ديستربنس. ليه؟ لو انتوا فاكرين المورفين كان بيعمل حاجه اسمها بين بوينت بيوبل، بيخلي البيوبل يضيق يبقى عامل زي خرم الدبوس الصغير، صح كده؟ بيعمل بين بوينت بيوبل، بيعمل كونستريكتد بيوبل، البيوبل اللي بيضيق ده فانت مش شايف كويس فيحصل فيجوال ديستربنس. لو انتوا فاكرين المورفين والهيروين كانوا بيعملوا سي ان اس ديبريشن، فيعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، مش سي ان اس ديبريشن، هم بيعملوا ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. الحاجات دي بتعمل جي اي تي اريتيشن، فممكن الشخص اللي بياخد هيروين او مورفين لاول مره او شخص اوفر خد جرعه زياده يقوم يرجع، يحصل له نوزيا، يحصل له فوميتنج، او يحصل له كونستيبيشن. يبقى الناركوتكس زي المورفين والهيروين والكوديين، الحاجات دي بيحصل منها سترونج سايكيك اند فيزيكال ديبندنس، وبيحصل منها تولرنس. تاثيرها ايه على الجسم؟ بتعمل ايفوريا وبتقلل البين بيرسبشن، يبقى هتزود حاجه وهتقلل حاجه، هتزود حاجه هتزود المود، هتعمل ايفوريا وهتقلل حاجه هتقلل البين بيرسبشن، هتاثر على العين هتعمل فيجوال ديستربنس نتيجه الكونستريكتد بيوبل
اللي هو البين بوينت بيوبل، وهتعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن. على الجي اي تي هتعمل شويه نوزيا وشويه جي اي تي اريتيشن، ومع الكرونيك يوز بتعمل كونستيبيشن. في عندي حاجتين عكس بعض، الديبريسنت والستيمولنت. الديبريسنت والستيمولنت، الديبريسنت من اسمها حاجات هتهدي زي الكحول والباربيتوريت. الكحول والباربيتوريت، الكحول بيحصل منه سايكيك ديبندنس، سايكيك مش فيزيكال، سايكيك مش فيزيكال. وبالتالي التعود، الناس اللي بتشرب مشروبات كحوليه هي مجرد عاده اتعود عليها بشكل نفسي مش شكل جسماني، وبالتالي لو بطلها مش هيخش مني في withdrawal symptom عنيفه. من اسمها هتعمل ايه؟ من اسمها هتعمل ديبريشن، بتعمل انستيزيا، بتعمل سيديشن، بتعمل هيبنوسيس، بتخلي عيان ينام سليب، يبقى ماشي مدروخ دروزي، ويحصل ماسل ريلاكسيشن. يبقى الديبريسنت دراج زي الكحول والباربيتوريت تاثيرها من اسمها هتقلل كل حاجه، هتعمل انستيزيا، هتعمل سيديشن، اعلى شويه هيبنوسيس، اعلى شويه العيان ينام، الشخص اللي شارب كحول ماشي عمال يتطوح، ماشي دروزي وعنده ماسل ريلاكسيشن. وقلنا ان الديبريسنت دي بيحصل منها سايكيك ديبندنس بس، مفيش فيزيكال ديبندنس. اما الاستيمولنت، الاستيمولنت زي المورفين وزي الكوكايين، زي المورفين وزي الكوكايين. الحاجات دي من اسمها هتعمل اكزايتيشن للسينس، هتعلي المود، هتعلي كل حاجه، اسمها ستيمولنت. هتعمل ستيميليشن، هتعمل اكزايتيشن للسي الناس. الحاجات دي بتعمل موتور اكتيفيتي، بتعمل ايفوريا، بتعمل الارتنس، بتعلي كل حاجه. تاني من اسمها هيعمل اكزايتيشن للسينس. يعني ايه اكزايتيشن للسينس؟ يعني هتعلي الموتور اكتيفيتي، هتعلي الالرتنس، تحس انك صاحي ومنتبه مركز، وهتعمل ايفوريا. بتقلل حاجه واحده بس، بتقلل الابيتايت، هتعمل ديبريشن للابيتايت. ممكن الجرعه العاليه منها تدخل العيان في كونفالشن. بعد كده الهالوسينوجين اللي هي الحاجات المهلوسه اللي هي الطوابع ال اس دي، ال اس دي. الحاجات دي من اسمها شخص واخد حاجه بتعمل هلوسه، هيحصل ايه؟ هيحصل هلوسه، بتعمل ديستورشن للبرسبشن اوف تايم اند ديستانس، ما هوش عارف يحدد المسافات ولا الازمنه، فممكن وهو سايق يخش في عربيه قدامه ويعمل حادثه لانه قدر المسافه غلط. يبقى ماشي وما هوش منتبه هو مين وفين وبيعمل ايه والساعه كام، يبقى عامله ديستورشن للبرسبشن اوف تايم اند ديستانس. يبقى ماشي وشايف حاجات مش موجوده، تعمل هالوسينيشن، بتاثر في المود، وممكن تدخل العيان في سايكوتيك ابيسودز. اما الكنابس اللي هو الحشيش والمرجوانة وغيره، الحاجات دي لو واحد شارب حشيش بيكون ماشي عمال يتطوح، بتعمل موتور ان كوردينيشن، موتور ان كوردينيشن. العيان اللي شارب حشيش مسطول ما هوش عارف هو مين وفين وبيعمل ايه، بتعمل ديتورينيشن للسيلف بيرسبشن، ما هوش عارف اسمك ايه، ما هوش عارف انت جاي منين، ما هوش عارف طب احنا فين، ما هوش عارف طب الساعه كام، ما هوش عارف. بتعمل ديتورينيشن للسيلف بيرسبشن والسنسيشن اوف تايم. يبقى تاني يا اخوان، خدنا الناركوتيك، وقلنا الناركوتيكس دي زي المورفين وزي الهيروين وزي الكودايين، الحاجات دي هي الحاجه الوحيده في الجدول كله اللي بيحصل منها سايكيك اند فيزيكال ديبندنس. سايكيك اند فيزيكال ديبندنس بتعمل ايه؟ بتعمل ايفوريا، هتزول، هتعلي المود، وهتقلل حاجه، هتقلل البين بيرسبشن، هتعمل فيجوال ديستربنس علشان بتعمل بين بوينت بيوبل او كونستريكتد بيوبل، هتعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، وهتعمل جي اي تي اريتيشن في صوره نوزيا وفومتنج او كونستيبيشن. فعندي اتنين عكس بعض اللي هم الديبريسنت والستيمولنت. الديبريسنت زي الكحول وزي الباربيتوريت، الحاجات دي بيحصل منها تعود نفسي سايكيك ديبندنس، بتقلل كل حاجه، بتعمل انستيزيا، تعمل سيديشن، تعمل هيبنوزيس، تعمل سليب، تعمل دراوزنس، وتعمل ماسل ريلاكسيشن. اللي عكسها الاستيمولنت زي الامفيتامين والكوكايين، دي هتقلل كل حاجه، هتاثر على السين ناس، تعمل اكزايتيشن في السين ناس، فالعيان يحس انه منتبه، الرتنس، في ايفوريا، تعمل فيجور وموتور اكتيفيتي، يعني الانسان ماشي عمال يتطوح. و الحاجة الوحيدة اللي بتقللها هي الابيتايت، لو خد منها جرعة عالية ممكن يخش في كونفالشن. الحاجات المهلوسة زي الطوابع اللي هي ال اس دي من اسمها مهلوسة، هتعمل هالوسينيشن، هتعمل ديليوشن، يشوف حاجات مش موجودة، بتغير المود، اليرت مود،
بتعمل ديستورشن للبرسبشن اوف تايم اند ديستانس، ما هوش عارف احنا فين ولا عارف يقدر المسافات صح، وبالتالي ما ينفعش يسوق لانه ممكن يعمل حادثه. الكنابز زي الحشيش والمرجوانه، لو واحد شرب حشيش ماشي يتطوح بتعمل موتور ان كوردينيشن، ما هوش واعي بنفسه ولا بالمكان ولا بالزمان، بتعمل ديتورينيشن للسيلف برسبشن اند سنسيشن اوف تايم. اللي يهمني هو الريسك فاكتور بتاعه دراج ادكشن، ايه العوامل اللي ممكن تخلي شخص يخش مني في ادمان؟ اول حاجه الجندر، كونه ميل، كون سعادتك ميل انت معرض للادمان مرتين اكتر من الفيميل، كون سعادتك ميل انت معرض للادمان مرتين اكتر من الفيميل. الناس اللي عندها انكزايتي او ديبريشن او عندها احساس بالوحده، الناس اللي عندها انكزايتي او ديبريشن او عندها احساس بالوحده، الناس اللي عندها احاسيس نفسيه صعبه، حاسس ان عنده مشكله نفسيه، حاسس باكتئاب، حاسس بانكزايتي، حاسس انه مكروه من زمايله، حاسس بالوحده، ملوش صحاب، ملوش حد، حاسس بالفشل، الناس اللي عندها اي سايكولوجيكال بروبلم. يبقى رقم 2 ورقم 3 المفروض ندمجهم مع بعض، الناس اللي عندها انكزايتي او ديبريشن او لونس او عندها انذر سايكولوجيكال بروبلم، الناس دي بتضطر تاخد الادويه دي علشان تتغلب على الاحاسيس اللي عندها، بياخد منه الدواء ده في اعتقاده ان الدواء هيضيع الاحاسيس اللي عنده دي، مع مره مع الثانيه مع الثالثه يزودوا الجرعه، يحصل تورنس، يخش مني في اديكشن من غير ما يحس. يبقى اول 3 مشاكل في الشخص نفسه، كون الشخص ميل هو عرضه للادمان مرتين اكتر من الفيميل. لو عنده اي مشاكل نفسيه اللي هو قالها في رقم 2 انكزايتي وديبريشن ولونس، او عنده انذر سايكولوجيكال بروبلم، الحاجات دي بتجبر الشخص انه ياخد ادويه علشان يكوب يتغلب. هيتغلب على ايه؟ على الاعراض الصعبه اللي عنده دي، الاعراض المؤلمه اللي عنده دي، على البينفول سايكولوجيكال فيلينج، وبالتالي يخش مني في ديبريشن. في عند 2 على الاسره، الفاميلي هيستوري اوف اديكشن، واحد اتولد في اسره لقى بابا مدمن ومامته مدمنه وعمامه بيبيعوا مخدرات واخواته مدمنين وفي المصحه، هيطلع ايه دكتور؟ هيطلع مدمن غالبا. فالفاميلي هيستوري اوف ادكشن، قال لك ان الدراج ادكشن بيكون مور كومن في بعض الفاميليز، الدراج ادكشن بيكون مور كومن في بعض الفاميليز، منتشر في بعض الاسر اكتر من غيرها. تاني عامل في الاسره نقص الفاميلي انفولفمنت، نقص الترابط والاحتواء الاسري، قال لك ان نقص الانفولفمنت ونقص الاتاتشمنت وسبيرن، يعني التفكك الاسري، نقص الاحتواء الاسري، نقص الارتباط الاسري، الحاجات دي بتخلي الانسان يحس بالوحده، يحس ببينفول سايكولوجيكال سيمتوم، وبيعرضه للادمان اكتر من غيره. يبقى نقص الاتاتشمنت ونقص الانفولفمنت بتزود الريسك ادكشن، زيها بالظبط زي نقص البارنترال سوبرفيجن اللي هي ايه؟ اللي هي المراقبه الابويه. الناس فاكره او الاب والام فاكرين ان هو طول ما هو بيتابع ولاده، بيراقب ولاده، بيفتش ورا ولاده، بيشوف هو مصاحب مين، هو كده عامل سوبرفيجن، فاكر ان هو كده خلاص حمى ولاده من اصحاب السوء او من الادمان، لكن مش منتبه ان الخناقات الكتير اللي في البيت، هو وزوجته بيزعقوا كتير، بيزعق لاولاده كتير، علاقته بولاده مش كويسه، مش منتبه ان التفكك الاسري ده هو كمان بيزود احتماليه ان الطفل يخش منه في ادمان. يبقى نقص السوبرفيجن، نقص سوبرفيجن طبعا بدخل في ادمان، بس كمان ما اهملش نقص الاتاتشمنت ونقص الانفولفمنت. بعد كده في مشكله في صحابه، البير بريشر، ضغط الصحاب، ودي مشكله غالبا غالبا الادمان بيبدا من قاعده مع الصحاب، يا عم بس خد نفس، طب بس خد عفر، طب بس حط الحبايه تحت لسانك، يا عم جرب مره خليك راجل، يا عم انت عامل كده ليه؟ ما احنا كلنا بناخد مره مع الثانيه، شكرا، بقى مدمن. البير بريشر، قال لك ان البير بريشر بيلعب سترونج فاكتور في ان الشخص يبدا الادمان، ان الشخص يعمل ستارتنج للابيوس. يبقى البير بريشر خاصه في الاطفال الصغيرين في اليونج بيبول يعتبر سترونج فاكتور، بيدخل الانسان في ادمان، بدايه الادمان بتبدا من هنا. وفي عندي 2 على الادويه، الدواء نفسه، في بعض الادويه بتبقى هايلي ادكتيف اكتر من غيرها، زي الهيروين او الكوكايين بيحصل منها ادكشن بسرعه، كان بيجرب، كان بيهزر، كان فاكرها لعبه، خد جرعه في الثانيه في الثالثه وما يعرفش ان الدواء ده هايلي ادكتيف، بيحصل منه ادمان بسرعه، بعد جرعه بعد 2 بعد 3 بعد 4 فجاه لقى نفسه اتعود على الدواء ومش عارف يبطل وبقى مدمن للدواء. يبقى بعض الادويه بتكون هايلي ادكتيف اكتر من غيرها. تاني عامل في الدواء
كون الدواء موجود ومتوفر ومتاح ورخيص وسهل اني اوصل له، ده بيشجعني اني ادمن، لان عارف ان وقت ما احتاج الجرعه هلاقيها، الدواء متاح موجود سعره رخيص هعرف اوصل له بسرعه، ايه اللي يمنعني اني ادمن؟ يبقى تاني الريسك فاكتور بتاعت ادراج ادكشن في 8، اول 3 على الشخص نفسه، كون الشخص ميل هو عرضه للادمان مرتين اكتر من الفيميل، كون الشخص عنده سايكولوجيكال بروبلم اللي هي رقم 3 اللي هو فسرها في رقم 2 زي الانكزايتي او الديبريشن او اللونلس، فالشخص بيضطر ياخد الادويه دي علشان يكوب يتغلب على البينفول سايكولوجيكال فيلينج اللي هو حاسس بيها. يبقى اول 3 على الشخص. في عندي 2 على الاسره، الفاميلي هيستوري اوف اديكشن، قال لك بعض الادمان او بعض الاسر بيكون الادمان فيها مور كومن عن الاسر الثانيه، واحد اتربى اتولد عايش مع اسره مدمنه هيطلع مدمن زيهم. تاني حاجه على الاسره نقص الفاميلي انفولفمنت ونقص الفاميلي اتاتشمنت، الاثنين دول بيزودوا الريسك اوف اديكشن زيهم بالظبط زي نقص البيرنت سوبرفيجن. في عندي واحد على الصحاب، البير بريشر خاصه مع اليونج ايج بيعمل او بيلعب دور مهم جدا، يعتبر سترونج فاكتور في ان الشخص يبدا يعمل ستارتنج لدراج اديكشن او دراج ابيوز. وفي عندي 2 على الادويه، كون الدواء موجود ومتاح الافيلابيليتي والايزي اكسسبيليتي، كلمه الايزي اكسسبيليتي يعني سهل ان اوصل له، متاح موجود مش صعب ان اوصل له، سواء ان هو موجود متاح او ان هو رخيص. وبعض الادويه بتكون هايلي ادكتيف اكتر من غيرها. الباترن اوف سبستانس ابيوز ان ايجيبت، دماغ المصريين عامله ازاي؟ المصريين بيحبوا يدمنوا ايه؟ الحته دي اكتب عليها قرايه وخلاص. بيقول لك ان سنه 1980 كان المنتشر في مصر هو الكنابز والاوبيوم والهيروين والكوكايين. بدايه التسعينات في 1990 بدا يخش الادويه اللي هي الترامادول وغيره السايكو اكتيف دراج، واحتلت المرتبه الثالثه بعد الكنابز وبعد الكحول. في النص الثاني من 1990 بدا يظهر نبات جديد في مصر اسمه نبات البانجو. نبات البانجو ده اللي هو الورق بتاع شجره اسمها كنابز ساتيفا، وبدا الناس تزرع البانجو، بدات زراعته تزداد وتزدهر في مصر خاصه في شبه جزيره سيناء. اما حاليا ظهر مشكله كبيره جدا 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 منتشره بين الشباب اسمها الترامادول، ظاهره الترامادول باسمائه التجاريه المختلفه زي الترامادال وزي الامادول وزي التراماكس وزي الكونترامال، كل دي اسماء تجاريه مختلفه للترامادول. والترامادول هو دواء مصنع، هو سينسيتيك، هو في الاصل مسكن للالام، هو اوبيويد بين كيلر شبه المورفين، اتنشر في مصر جدا في اخر 4 سنين. اللي ساعد في انتشاره ان هو كان متاح ايزي اكسسبل، رخيص مقارنه بالحاجات التانية. الترامادول مقارنه بالحشيش او الهروين رخيص جدا، يعتبر ببلاش، يعتبر شيب، يعني كونه سهل نوصل له ايزي اكسسبل وكونه شيب، دول كانوا عاملين ساعدوا جدا 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 في انتشار الترامادول في مصر. مش بس كده، في اعتقاد عند المصريين ان الترامادول بيستخدم في البريماتور ايجاكوليشن، هو بيعالج سرعه القذف، يعني هو له سيكشوال افكت، ده برضو كان من ضمن العوامل اللي خلته اتنشر بين المصريين لما كانوا بياخدوه مش بهدف الادمان، بياخدوه بهدف علاج البريماتور ايجاكوليشن او ان هو يزود الاورجازم او يعلي عنده السيكشوال بليشر. مش بس كده، بيقول لك ان كمان بعض الطلبه في موسم الامتحانات، وكلكم طلبه وعارفين، بياخدوا الترامادول. العمال اللي شغالين في المصانع او في الكونستراكشن او غيره بياخدوا الترامادول في اعتقاد منهم ان هو بيقلل الالم او بيديهم طاقه او بيخليهم يشتغلوا اكتر. مش بس كده، بيقول لك حتى كمان بعض البروفيشنالز، بعض الدكاتره بيشتروا الترامادول بجرعه كبيره او بكميات كبيره من البلاك ماركت. ما عندناش حقيقه ثابته او داتا ثابته عن انتشار الترامادول في مصر، بس يعتقد ان 30% من الميل، 30% من الشباب اللي عمرهم من 14 الى 30 سنه في مصر يعتبروا مدمنين للترامادول. كارثه، مشكله كبيره جدا. يعتقد ان 30% من الميل من الشباب اللي هم الاولاد اللي سنهم ما بين 14 الى 30 سنه يعتبروا مدمنين للترامادول. الحته دي حته قرايه. يبقى من اول ما بدانا شرح كده، الخمس تعريفات اللي في الاول مهمين جدا، بعد كده التايب اوف سايكو اكتيف دراجز،
هتاخدهم انيوريشن واحفظ مثال واستخدام لكل واحده منهم. وبعد كده الريسك فاكتور بتاعه دراج ادكشن مهمه جدا جدا جدا. في عندي 8 عوامل، 3 على الشخص نفسه، في عندي 2 على الاسره، و2 على الدواء، و1 على الصحاب. الباترن اوف سبستانس ابيوز ان ايجيبت هناخدها قرايه. بعد كده الامباكت اوف ابيوز، ايه تاثير الادمان، تفتكروا الادمان ممكن ياثر على الشخص وعلى المجتمع ازاي؟ تاثير الادمان هيعمل هيلث بروبلم، مشاكل صحيه. الدراج ادكشن بيزود الشورت تيرم واللونج تيرم. الشورت تيرم يعني على المدى القريب، واللونج تيرم على المدى البعيد. المينتال والفيزيكال هيلث، يعني بيأثر على الصحه العقليه على المينتاليتي، وبيأثر على الصحه الجسمانيه على الفيزيكال هيلث. هو بيأثر على حاجتين، على المينتال هيلث وعلى الفيزيكال هيلث، بيأثر بشكلين، يا اما شورت تيرم يا اما لونج تيرم. ايه اللي يخليه اثر على الفيزيكال او على المينتال؟ ايه اللي يخليه يشتغل بسرعه او ياخد فتره لحد ما يحصل مشكله؟ هو نوع الدواء اللي سعادتك بتاخده، او نوع الدواء اللي انت مدمن ليه. يبقى على مستوى الهيلث هيعمل هيلث بروبلم، سواء شورت تيرم او لونج تيرم، فيزيكال او مينتال هيلث بروبلم، على حسب الدواء اللي انت بتاخده. مش بس كده، الناس المدمنه عرضه اكتر للامراض الكوميونيكابل، الامراض المعديه، لان الشخص المدمن ده اثناء ما هو بياخد الجرعه ما بيكونش فارق معاه السرنجه دي سرنجه معقمه ولا لا، حد استخدمها قبلي ولا لا، وبالتالي ممكن يحصل له انه يكاتش انفكشن زي الاتش اي في مثلا. يبقى الناس الادكت بيكون عرضه اكتر للانفكشوس ديزيزز زي الاتش اي في، يا اما نتيجه الشيرنج نيدل او الان سيف سكس، ان حصل سيكشوال انتركورس ما بينهم اندر افكت اوف دراج، هو الاثنين خدوا الجرعه ما كانواش حاسين انهم بيعملوا ايه، فحصل سيكشوال انتركورس باشكال كتير جدا اللي بعضها سيف وبعضها ان سيف. مش بس كده، المالتيبل بارتنرز بيزود كمان احتماليه حدوث الاتش اي في. يبقى الاتش اي في هنا بيحصل نتيجه حاجتين، يا اما الان سيف سكس باشكاله المختلفه، او نتيجه الشيرين نيدل. الشخص ده ممكن يخش مني في انكونشوسنس، او يحصل له كوما، او يحصل له صادن ديس. بعض الأدوية بتكون مور ريسكي أكتر من غيرها، خاصة لو الشخص أفضل، كلمة أفضل يعني زود الدوز أو عمل كومباينيشن ما بين أكتر من دواء، خد أكتر من دواء في نفس الوقت فحصل سينرجيز. يبقى أول ثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، هيحصل مشاكل صحية. واحد واثنين وثلاثة هيحصل مشاكل صحية. قالها في أول جملة بشكل مبهم، قالك هيحصل هيلث بروبلم سواء على الشورت تيرم او على اللونج تيرم، سواء على الفيزيكال او المينتال هيلث، اعتمادا على او حسب الدواء اللي انت بتاخده. بدا يفسر الهيلث بروبلم دي بانها هيحصل كوميونيكابل ديزيز، الناس دي عرضه اكتر للامراض المعديه زي الاتش اي في وغيره، نتيجه الشيرنج نيدل او الانسيف سكس، وعرضه كمان ان يحصل لهم انكونشوسنس، يحصل لهم كوما، ويحصل لهم صادن ديس. طيب الناس دي عرضه للموت سواء نتيجه الاكسيدنت او السوسايد. الاكسيدنت او السوسايد، يبقى اول ثلاثه مشاكل صحيه، رقم 4 ورقم 5 هيحصل موت، هيموت نتيجه اكسيدنت. الشخص ممكن يعمل دينجرس اكتيفيتي، يسوق على سرعه جنونيه، او يرمي نفسه من العماره من الدور العاشر مثلا تحت تاثير الدواء، هو مش حاسس هو بيعمل ايه، او يموت من السوسايد، من الانتحار. لو ان الناس الادكت بيكونوا عرضه للسوسايد اكتر من الناس النورمال. شخص بعد ما بياخد الجرعه يقعد يلوم في نفسه، انا عملت في نفسي كده ليه، انا ليه بقيت كده، المجتمع مش 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 حاببني، انا بقيت منبوذ، انا جبت العار لاهلي، فيقوم ينتحر. يبقى الشخص بيكون عرضه للموت نتيجه الاكسيدنت او نتيجه السوسايد. يبقى تاني امباكت اوف دراج ابيوز، اول ثلاثه هيحصل مشاكل صحيه، هيلث بروبلم قالها مره بشكل مبهم، قال لك هيلث بروبلم سواء على الشورت تيرم او على اللونج تيرم، سواء الفيزيكال او المينتال. بدا يفسرها هيبقى عرضه للامراض الانفكشوس، او عرضه انه يحصل له انكونشوسنس او كوما او صادن ديس. الديس دي تفكرني برقم 4 ورقم 5، هيحصل موت من حاجتين، يا اما اكسيدنت يا اما سوسايد. وبعد كده هيحصل مشاكل في كل حته، مشاكل في البيت فاميلي بروبلم، مشاكل في المدرسه لو كان لسه طالب سكول بروبلم، مشاكل في الشغل لو كان بيشتغل ورك بروبلم، مشاكل ماليه فاينانشال بروبلم، مشاكل قانونيه او جنائيه ليجال بروبلم، مشاكل في البيت فاميلي بروبلم. هيبدا سلوكه يتغير، يبدا يزعق، يتخانق، يعمل مشاكل في البيت، يعمل مشاكل مع مراته، كل ده نتيجه تغيير في السلوك. هيحصل بيهيفيرال تشينج، التشينج ده هيؤدي الى مارتال او فاميلي بروبلم.
مارتال مشاكل مع مراته او فاميلي مشاكل مع اهله واخواته. سكول بروبلم اكيد التحصيل الدراسي بتاعه هيقل، الاكاديميك بيرفورمانس هيبدا يقل، الحافز بتاعه والرغبه والاراده في انه ينجح وانه يبقى شخص نافع في المجتمع اكيد كل ده هيتدمر، يبقى هيقل الاكاديميك بيرفورمانس وهيقل الموتيفيشن تو سكسس. هيحصل ورك بروبلم، اكيد انتاجه في الشغل، كفاءته في الشغل، البرودكتيفيتي هتقل والابسنتيزم هيزيد، يبقى في الورك بروبلم هيقل البرفورمانس وهيزيد الابسنتيزم. الفاينانشال بروبلم هيبدا يصرف كل الفلوس بتاعته علشان يسبورت الهابت دي، كل الفلوس اللي بتجيله هو بيصرفها على الهباب اللي بيشربه، وبالتالي هيبدا يحصل مشاكل في البيت، هيبدا ياثر على النيدز بتاعه البيت، احتياجات البيت، مراته محتاجه مصاريف في البيت مش عارف يوفرها، ولاده محتاجين مصاريف في المدرسه مش عارف يوفرها، ليه؟ ما هو كل دخله رايح على الهابت بتاعته، على الحاجه اللي بيشربها او الحاجه اللي بتعطاها. هيبدا يحصل ليجل بروبلم، يبقى عنيف، يضرب مراته، يضرب صاحبه في الشغل، يعمل حادثه، يبدا يسرق، يقتل، يعمل اي حاجه في سبيل انه يسبورت الهابت بتاعته او يحصل على الفلوس اللي هيجيب بيها الهباب اللي بيشربه، وبالتالي هيحصل ليجل بروبلم. يبقى تاني الامباكت اوف دراج ابيوز، قلنا اول ثلاثه مشاكل صحيه هيلث بروبلم وكوميونيكابل ديزيز انكونشسنس وسادن ديث. هيحصل موت من حاجتين، يا اما اكسيدنت يا اما سوسايد. هيحصل بروبلم في كل الدنيا، فاميلي بروبلم، سكول بروبلم، وورك بروبلم، فاينانشال بروبلم، وليجال بروبلم. طيب البريفنشن برايمري وسكندري وتيرشري. التيرشري زي ما احنا متعودين هعمل له ريهابليتيشن، والشخص المدمن ده بعد ما يتعالج اتعامل معاه على انه شخص سوي، اوفر له سيوتابل جوب، وامنع الاستجما، كلمه الاستجما اللي هي وصمه العار، احنا نبص له بصه مش كويسه، شخص مدمن كان فتره من فترات حياته كان مريض واتعالج وبقى كويس، خلاص نتعامل معاه على انه شخص سوي طبيعي، لان احنا لو اتعاملنا معاه على انه شخص منبوز او شخص عنده مشكله ده هيزود عنده تاني البينفول سايكولوجيكال سيمبتومز ويخليه يخش مني في ريلابس ويرجع للادمان تاني. يبقى انا من ضمن التيرشري ريهابليتيشن او من ضمن الميثود اللي بعمل بيها ريهابليتيشن ان امنع الكوميونتي ستيجما. السكندري ايرلي دياجنوزس وبروبر تريتمنت. ايرلي دياجنوزس اي شخص اشك فيه اشخصه بدري واعمل له تريتمنت عن طريق ان اعمل هوسبيتاليزيشن للسيفير كيسز، هعمل هوت لاين خط ساخن عشان الرابيد مانجمنت لو حد عاوز حاجه بسرعه، كانوا قاعدين مثلا في قاعده وحد منهم اوفر مثلا مش هنسيبه يموت، يبقى في حاجه تلحقه، هوت لاين هو خط ساخن علشان الرابيد مانجمنت. مش بس كده، ممكن حد عاوز يستفسر على حاجه من غير ما يثبت هويته، من غير ما انا اعرفه، هو خايف من الاستجما، خايف لو بص له بصه مش كويسه، وبالتالي ممكن يتصل بالتليفون من غير ما يديني اي بيانات يستفسر عن الحاجه اللي عاوز يستفسر عنها، وانا اديله الاستشاره الطبيه. يبقى انا حافظت على الكونفيدنشاليتي، على الخصوصيه، لازم اعمل فولو اب للحالات بعد ما تخف علشان امنع الريلابس. يبقى التيرشري هعمل ريهابليتيشن عن طريق اوفر له سيوتابل جوب وامنع الاستجما. السكندري هعمل اير دياجنوزس، هعمل هوسبيتاليزيشن لسيفير كيسز، هوفر هوت لاين علشان الرابيد مانجمنت نلحق حياه الطريقه او الطوارئ، وعشان احافظ على الخصوصيه الكونفيدنشاليتي. اخر حاجه هعمل فولو اب للريكفرد كيسز علشان امنع الريلابس. اما البرايمري ممكن تجيب الريسك فاكتور وتعكسه، او تحفظ اللي عندك. اللي عندك في عندك ثلاثة بحرف البي، لازم تعمل بارنترال سوبرفيجن وزود معاه الاتاتشمنت والانفولفمنت. مش بس كده، هتعمل كنترول على الباد بير، اتبع دايما ابنك مصاحب مين، ولو لقيته مصاحب حد مش كويس تمنعه ان يمشي مع الشخص اللي مش كويس ده، تعمل كنترول على الباد بير. هتحل المشاكل الاسريه والمجتمعيه، هتعمل كنترول على الفاميلي والسوشيال بروبلم. وفي عندي أربعة بحرف الإي، هتعمل إليمينيشن للإليجال دراج يوز، أي أدوية إليجال غير مصرح ببيعها أو تداولها في السوق، هقضي عليها زي الحشيش والهيروين والكوكايين والحاجات دي كلها، أعمل حملات ضبط دايما وأقلل انتشار الأدوية دي في السوق، هعمل إليمينيشن للإليجال دراج يوز، هطلع قوانين، هعمل إمباورمنت للوز وليجيزليشن، هطلع قوانين تمنع زراعة او استيراد او تجاره او بيع الادويه المخدره دي، هعمل امباورمنت للوز وليجيزديشن تمنع الكالتيفيشن والامبورتيشن والسيلينج للادويه دي. مش بس كده، هعمل توعيه صحيه هيلث ادوكيشن خاصه للناس اللي اتريسك الادمان اللي هم الشباب، هعمل هيلث ادوكيشن للادسنت والستودنت والوركر عن الهازارد بتاعه الدراج ابيوز، واشغلهم بحاجات تانية، هعمل انكارجمنت للفيزيكال اكسرسايز واوفر لهم وسائل رفاهيه يشغلوا وقتهم بيها زي النوادي
زي المنتزهات زي الملاهي وغيره اللي احنا بنسميها سيف ريكريشن اكتيفيتيز. خلاص يبقى البرايمري بريفنشن، ممكن تحفظ السبع جمل اللي موجودين هنا او تعكس الريسك فاكتور هيطلع نفس الكلام واكتر كمان واحسن من الكلام اللي مكتوب عندك. تمام، شدوا حيلكم دكاتره، ربنا معاكم ان شاء الله.